سألت إن هي بتكلم عن القضايا اللي كانت من ضمن برضو مرتبطة بالجامعات الأهلية، وهي قضايا التمويل سواء من الداخل أو من الخارج. برضو أنا عايز أعرف الضوابط اللي تحكم العلاقة ديت، هي شايفينها إزاي؟ خلينا نقول انه من اهم الاهداف حتى اللي واردة في فلسفة القانون هي اننا يعني نسد اي ثغرات كان بيستغل المجتمع المدني فيها كبوابة للتدخل في شؤوننا او التأثير على امننا القومي يعني. وبالتالي القانون انشأ مجموعة من الاجراءات هدفها انها تمنع ده. من اهمها انه القانون استحدث الجهاز القومي للعمل المنظمات الأجنبية. أي منظمة أجنبية هتريد أنها تعمل، أي منظمة أجنبية غير حكومية هتريد أنها تعمل في مصر، هتبقى لازم عليها أو يجب عليها أنها تحصل على ترخيص من هذا الجهاز. تمام. ولا يجوز لها أنها تعمل، ولا يجوز لأي جمعية محلية أو أي شخصية طبيعية أو اعتبارية أنها تتعامل معها إلا لما تحصل على هذا الترخيص. وبتطالب هذه المنظمة الدولية أو الأجنبية الغير حكومية إنها تقدم أوراق معينة تحدد الهدف اللي عشانه عايزة تعمل في مصر، وبيبقى من ضمن الأوراق اللي بتقدمها شهادة تفيد إنها مشهرة في البلد الأم، البلد الأصلية، وإنها حسنت السمعة وما فيش أي يعني علامات استفهام حواليها في بلدها تمام. الأصلية. وفي ظل الأوراق اللي بتقدمها دي بيحدد الجهاز القومي موقفه من إذا كان هيعطيها الترخيص ولا مش هيعطيها الترخيص. والترخيص ده مدته 3 سنوات، وبيتم متابعة عمل هذه المنظمة بحيث أنها إذا لم تلتزم بما يعني أقرت به في الأوراق الرسمية اللي هي قدمتها أنه لا يجدد ليها، وأنه ممكن كمان إذا كان في مخالفات تمس الأمن القومي أنه حتى لا ينتظر لنهاية ال3 سنوات. التمويل الأجنبي نفس الحكاية، ما فيش منظمة في مصر من المنظمات أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية هتحصل على أموال مباشرة من الجهات الأجنبية أو الجهات المانحة. تمام. إلا بعد الرجوع للجهاز لابد أنها تبلغ الجهاز بأنه في منظمة ما أو في جهة ما هتريد أنها تمنحها أموال لتستخدمها في أمر معين، ولا يجوز لها أنها تستقبل الأموال دي أو أنها تستخدمها إلا لما تكون بتخطر الجهاز وتحصل موافقة على كده. وفي ترتيب لعقوبات إذا خلفت ده، يعني لو خلفته بيتم ترتيب عقوبة على كده. الحاجة التانية كمان إنه الجمعيات ما مش ما يعني قبل أن تدخل في شراكة أو سواء تعاون أو تنتسب لجمعيات أخرى، وخاصة طبعا الجمعيات الأجنبية، لابد أيضا أنها تحصل على ترخيص أو على أو تخطر الجهاز. والجهاز هنا في تشكيله وتكوينه لو حضرتك تأملت هتجد أنه بيغطي كل الجوانب الفنية اللازمة للتعامل مع الكيانات الدولية. ففي مندوب من وزارة الخارجية، في مندوب من وزارة العدل، في مندوب من الجهاز المركزي للمحاسبات، في مندوب من الوزارة المختصة اللي هي حاليا وزارة التضامن، في مندوب من وحدة غسيل الأموال، في مندوب من المخابرات العامة المصرية، في مندوب من وزارة الداخلية، في مندوب من وزارة الدفاع. دي كلها يعني انت جمعت كل الخبرات، لأن طبعا التعامل الدولي مختلف شوية عن التعامل المحلي. تأكيد. مع احترامنا الكامل للموظفين الموجودين في الجهة الإدارية، لكن أكيد ما عندهمش من الملكات والقدرات اللي تمكنهم من التعامل الدولي، ومش هيقدروا يجيبوا المعلومات اللازمة عشان تقدر تقول رأي فيما يخص هل المنظمة دي هتبقى مفيدة لبلدنا وتقدر تدخل وتعمل، ولا هيبقى فيه خطورة ما فتقدر إيه. وطريقة اتخاذ القرار داخل مجلس الجهاز ضمنت انه هيتم الاعتبار بكل الاراء. يعني في بعض قرارات بتبقى بالاغلبيه المطلقه، وفي بعض قرارات بتبقى يشترط فيها ثلثين الاعضاء، وان الاجتماعات ما تعتبرش اجتماعات نافذه الا لما يكون مجتمع الاغلبيه من اعضاء الجهاز. فدي في الحقيقه من اهم البنود اللي موجوده في مشروع القانون اللي اللجنه مقدماه، هو استحداث هذا الجهاز، واللي بنعتبره هيكون صمام الامان اللي يحفظ بلدنا من اي استغلال للمجتمع المدني تمام. يترتب عليه التدخل في شؤوننا او المساس بامننا. جميل جدا.